على حكاية وطن مكتوبة بإيدينا. ويا من بتولى تراب الوطن يا ما على مد البصر بالدم ضحينا. لمحنا الحب لف شماغه وتلفم وشمر زنده نشم بثوبه المهندم. حملوا روحه على كفه ولا همه إذا استشهد في زغرة بالدمع أمه. ابنك ما اجى يفرحنا. يجي يا عمتي، انتي بس ادعي له. يا رب يا رب. يمه يمه نجحت يمه. هلا يا جدي. يا ربي لك الحمد. نجحت يمه، نجحت. الف مبروك حبيبي. الله يرحمك يا ابو. الله يرحمك. بدنا حلوان يا جدي، بدنا نحلك القريه. تعال يا جدي، تعال يا ما تعال. طلع السنة من الحمام. مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. يا هلا. هلا السعد والولد. الله يسعدك يسعدك. يا هلا. مبارك مبارك. مبارك بعمرك. ويا ابو الرشيد قلبنا اليوم مجروح. جرح عميق ما الحشم استظلي. 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 جاب الطبيب ومددوني على اللوح. 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 قلت برخاوة ما عاش اللي يصلي. قلت برخاوة ما عاش اللي يصلي. قلت برخاوة ما عاش اللي يصلي. زمان لا والله زمان ما تعلمنا، لكن احنا بركه وفانح ان شاء الله. تفضلي. الله يبارك فيك. تفضلي. الف مبروك.
الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. هون هون للمختار. أبدا يلا ما أتعدى عليك، أنت الأول أبدا. عش دائما إن شاء الله. عشت فكرك الشباب يعمروا هالليل ولد نجم الحقيقة، عرفت كيف؟ والحمد والله نجح وبيض وجوهنا ووجوه ووجوه كل القرية. فرحت قلبنا. السلام عليكم. عليكم السلام. هذول عيونك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك أستاذ. قرايتي ما راحت خسارة. يا أستاذ أنا جبت 65، فكرك بطلع لي مقعد في الجامعة؟ لا يا رجل، أنت بن شهيد، مضمون مقعدك بالجامعة، واللي ينقص عليك رقبة سدادة. يا رب. تفضل تفضل. هلا هلا. ألف مبروك يا خالتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. أهلا يا وردة. ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. تفضل هون محلي. عشت. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تسلم يا أستاذ فالح، تسلم. الله يسلمك، الله يخليك ويبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تصدق من شريته أول مرة طخ بيه. صحيح؟ أو. إن شاء الله ما تستعمله إلا لفرح. آمين آمين. لو رحمة ياسين كان عايش كان ظل يدبك ويغني الصبح. وانت عزمي قوم عمرها يلا على هالخشب. أنت والشباب يلا ابشر يا ابن الشامة. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا شباب حيهم حيهم يلا يلا. فالح صاحب الحفارة يقول وده دفعة قبل ما ينقلها على الوسية. عاد كل واحد بيكو يتلمس جيبه. اي زين زين، وانا وش يطلع علي من القروش؟ اذا حصتك انت ولمية يعني حسبناها على حسب المساحة يطلع عليكو 180 نيرة. بل وش اللي تقوله 180؟ 180 نيرة من وين اجيبهن يا عم؟ من وين؟ انا ما معي قروش، ما معي. يا خال جمعت زمان ونجيب لك كل اللي يطلع علينا. زين زين. ان شاء الله عاد انكو شربتوا وسقيتوا اراضيكو. أشوف وش اللي قاعد يصير من وراي. رجعت عجوزة السوق. علامتش بي أحد عند طلاق بالشق؟ طلاق مو هان. ها انت وش ودتش منه؟ ودي أسأله وش بخاطره يتعشى اليوم، ولا عندك مانع؟ قلنا طلاق مو هان. اها يعني لزوم اروح واساله بروحي؟ ها فوتي تعالي. ايه؟ وشوفي بعينك اللي تنقلع. تنقلع بشوفتك. Thank you.
بسم الله، هذا على أبوه. وش صار معه؟ وبعدين معك يا مليزي، كل سالفة وإنك داس خشمك بيها، اتركه هو يعرف شغله. هون بإذن الله في مي. يا فتاح، يا رزاق، يا وهاب، يلا يا الربع انغز رجمها. يا رب الرزق على بابك. يا جماعة خير اذكروا والله الرجم هذا جاي من الصلحد. ايه بالاول الله سبحانه وتعالى يرزقنا المية، وبعدين ما نختلف على مشانها. ها يا وليدي، ودي أسألك ولا أسألك عن ذنوبك. تفضل يا انت. كيف بالعويد هذا اللي صار ليه جره جايبه، كيف تعرف انه البلاد بيها مية ولا بيها ايش؟ كيف؟ الجاذبية يا عم. شن هي؟ الجاذبية. ها؟ مطرح ممسكه وينزل لتحت أعرف انه تحتي بمية. آه هو والله يا عمي تطعيني إياها بس الله تعلمني عليها بشوف كيف انه هذه كيف تقضبها هيش ولا هيش. يا منازل. آه ورانا مشاوير واشغال يا كثرها. وش ورانا؟ خلينا نجرب يعني هو يطلع مية هو وانا ما اعرف اطلع مية. يا قوة الله. مشينا يا الربع. مشينا يا رب. آخ آخ. علامك طيح يا بعد قلبي طيح. وش فيه؟ أقول طيحي طيحي بالأول طيح طيح. وش صار يا بعد قلبي؟ يا بعد قلبي يعدمني يا قلبك إن شاء الله يعدمني يا قلبك. وش أزعلك؟ وش من وين؟ من وين أجيب 180 ليرة خالشة؟ من وين؟ على هونك حنا بالخلا وما في لي حجز بيننا. زين زين مدي يدك أشوف. نبيع نص الغنم ولا نخسر حصتنا ببير المي؟ كل شيء للغنم. ها يا بعد قلبي الغنم تزيد وتنقص، لكن إذا ما شاركنا ببير المي راحت علينا طول العمر. قلت لي شو اسمها هذه البلد؟ هذه البلد اسمها سويلح، ما لقيت في الجبيهة جنب الجامعة. قديش أجار هذه البيت؟ أجارها 3 دنانير بالنص بيني وبينك. وين الحمام وين المطبخ؟ الحمام موجود برا والمطبخ ما فيه. طيب يلا خلينا نكمل. يا شيخ ترى باكر ودي أروح للحكيم معك. هنادي عيوني ما خلصنا منها الغناني. يا بعد روحي أنا إلي يومين. هاتيلي أتعشى بالأول. حاضر يا بعد عمري.
نوفا يا نوفا. عيونها يا قلب النوفا انت. تفضل. فقدتي بيت اهلك؟ بيت اهلي ما به خلاف. اقول يا بعد قلبي. قول وهذا نسمعك. انا بنيت البيت جنب اهلك لشغلتين. هات الاولى. الاولى لاجل تخدميهم لانهم كبار بالسن. الله لا يحرمني منك. والثانية؟ والثانية إذا صار عندي شغل وتأخرت عليك تباتي عندهم. ما بي ثالثة؟ الثالثة أريد أغرف من عيونك وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها معونة بالله يا أم رحية. الصعب يهون بعون الله. البيت وده خياطة من زمان وينقص علينا 3 شقاق جداد. نجيبهن إن شاء الله. كل شيء ولا البيت. عمي حنا كم يطلع علينا من حصة البير؟ صفطة مصاري يا بنت أخي. قديش يعني؟ يا عرب يا هلا. هلا يا هلا بالصوت وراع الصوت. هلا يوبا. هلا والله. هلا بك. اقعد. وش هذا؟ جمعة خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. وش لونكم؟ يا هلا والله. يا هلا. ما يشيل لونك يا ولدي. انطح فارك انطح فارك. هذه زادي يوبا. هذه هي زادي. تعرف أول مرة راح أدرس على ضوء الكهرباء؟ معقولة؟ ما ها والله كنت أدرس على ضوء الفانوس وإذا بدهم يدلعوني يضووا لي لوكس الكاز. طيب يلا خلينا نتعشى وننام بدري بكرة علينا سروة على الجامعة. يلا. خلاص من سالفتك مع أبو عبده؟ يا حلمة أبو عبده يصبر علينا. هل حنا ودي أخلص من دينة جلعود ولم فلوس مشان حصتنا اللي بالبير. وكم يطلع علينا من مصاريف البير؟ كثار يا حلمة كثار. مو بدي أحسب الحين. ماله؟ هي هذه هي الجامعة؟ هذه هي الجامعة. يلا امشي خلينا نروح على القبول والتسجيل أنا وياك. وبعد القبول والتسجيل؟ بعد القبول والتسجيل ظلك تفرج لما تنحول. اتفضل يا أبو عبدو. يسلم ايديك يا عارف يسلم. يلا. خف حليب الغنم مش هيك؟ كل بضاعة وإلها موسمها يا أبو عبدو. ما بخلص موسم الحليب إلا موسم الصوف جاي. الصوف لكم يا تجار، بس أنت ما جيت إلا لحاجة أهم منه. أنت بتروح على السايح كل يوم؟ شو أخباره؟ اللي عرفته إنهم اتفقوا على قسمة الأرض بعد ما فحصوا خشم منيزل. سجل الأرض؟ طوبوها؟ وكل واحد حط قشان بجيبته وخبير العود حدد لهم موقع بير المي. شكراً على القهوة. بعدك ما شربتها يا رجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعي 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 هون. هاي أنا راند وهي سميرة. أنا صالح. أنت سنة أولى زينا مش هيك؟ آه أنا سنة أولى
جيت من أم صوانة. شو هاي أم صوانة؟ كان حكيت لي بالتلفون يا أبو عبده. لا يا أستاذ، هذا الموضوع ما بنحكي بالتلفون. طيب تفضل. بدي تجمد لي قضية منازل. ما هو يا أبو عبده إذا ما طلبنا بالتنفيذ بتظل على حالها. خليها على حالها عبين ما خبرك. إن شاء الله. السايح ما هو بعيد من هان، وإحنا جبنا خبير عيننا مشان المية وقطعنا رخصة مثل أهل الوسية هذه. بس نحفر بير الوسية هذا وتطلع المية بإذن الله. فالخير إن شاء الله. ننقل الحفارة لموقعكم إذا اتفقنا. وليش ما نتفق؟ مه الحسبة تخضع لطبيعة جوف الأرض. كيف يعني؟ يعني إذا في صخور بتعطل علينا الشغل وتخلينا نغير راس الحفار وبعدين في. يا ربحي تعال معانا على السايح، اتفرج على مكان بيرنا وقول عن حسبتك حتى نجمع لك قروش من الربع. هلا أبو رحيل. والمهلي قوك يا أبو عبده. قويت، تفضل. الله يزيد فضلك. هلا. يا الله وشلونك؟ الحمد لله، مبروك البير توازي. الله يبارك بعمرك يا أبو عبد. لكن على قول تلبث لا تقول فول الحين ما تحط بالعدول. إن شاء الله عدول ومليانات بعد. الله كريم الله كريم. أقول يا أبو عبد. تفضل. الله يزيد فضلك، أريدك تحضر لي شقاق شعر للبيت. ابشر وهالخشم. تسلم. تبشر بس سعد ويسلم هالخشم ورع الخشم. عشت. يلا شباب طيحوا الاكل والمي والعده. وين الدبش؟ جاي ورانا بالقلاب. تحفروا الاساسات على الخط اللي رسمته الزراعه، يكون القلاب وصل بالحجار. عارفين شغلكوها؟ توكل على الله. يلا هم شباب الله ينطيهم العافية. هلا هلا. صار شيء بالمدرسة؟ لا، بس الدار اللي بدنا نبنيها بعدها أرض على حالها. كيف يعني؟ أنطيته 50 دينار عربون عشان يحفر الأساسات ويجيب المواد. زي ما بحكي لك شفتها وأنا رايحة على المدرسة. بسيطة بسيطة بسيطة. جبت لي خيطان مثل ما وصيتك؟ إيه جبت، بس أنت قلتي إنه عندك خيطان شعر واجد. ما ودي ينقص علينا شيء، وما ودي أخذ من جراتي كبة خيطان. فهيمة يا مرحية فهيمة. هاي يمه وين نحطن الحين؟ خليهن بمطبهن يمه، بدنا نخيطهن. هاتي من ايدك يا هنادي. يلا يا عونك يا ميثا. ها بشاي؟ ها قولي لي وش حالك مع عزايم؟ عزايم؟ عزايم ما هي ملحقة، كل عرب السايح عنا بالشق، كل ما تيجي تقوم تقع. وليه ما عاونتيها؟ عاونها؟ هذه وش يسكتها هذه؟ إن شفتها ندق بخناق بعض، خلينا مستورين قدام العرب. قال عاونها قال. وده 2500 دينار، هذا غير أجار الكيسينج. ها؟ وش هو هذا اللي تقول عنه يا شيخ؟ أنا أقول لك يا منيزل. إيه؟ عقب ما تطلع المية على خير وسلام إن شاء الله نحط بالبير
ماسورة شفط للمية ساعة زمان حتى نتوكد من قوتها. الله كريم الله كريم. أقول يا شيخ، حسبتوا كل واحد قد يطلع عليه؟ كل حصة حسب مساحة الأرض، وحسبنا القروش عدل من الواحد. أيوة أيوة. الله يجيب الخير. قولي وأنا أسمعك. أم رحيل ودها تخيط بيتهم باكر. إي شفتهم يطلعوا غرضانهم عند المغرب. إي ودي أعاونهم. ليش لا؟ أم رحيل تستاهل كل خير. زين باكر أحط لك الغدا فوق عد الطحين. لا 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 ولا تحطي ولا شيء. أنا باكر ودي أودي نقلتين مي عند المجبر صراح أتغدى عندهم. زين. جبت لنا عشاء؟ دجاج بحالها. هذه أمي كانت تقليها بالزيت بس هذول شوها شوي. غالي؟ غالي ولا رخيصة يا زلمة؟ أنا فقعت من الفلافل. يلا تفضل. بسم الله. امسك. شو يا ابو رسمي؟ امتى تخلص السيارة؟ وعليكم السلام، أي سيارة؟ خطرات نروح على الميكانيك يقول لنا غيب لك ساعة زمن وارجع. نظل سر مري رايحين جايين ونرجع نلقى السيارة على حالها. صنايعية حبالهم طويلة. وأنت حبالك أطول. أنطيتك عربون وما قصرت معك. أخذت منك كلمة وعد، أنت قلتها بلسانك، لو إيش المطمطة؟ معلش سامحني، لازم أخلص الحيطان هاي وبعد بكرة إن شاء الله بنقل العدة كلها مع الكمبريسة على أم صوانة. بعد بكرة تلقاني هون. سمعت خالو؟ تلقاني هون. يا المزيون خشب المزيون نقيها ذبيحة سمينة، ترى العوانات كثار على هالخشب. أنت تامري لكن حضري القدور واللبن. الله ريتني الله ريتني معدمك بيوم. أحبك أحبك يا رجل أحبك. زين زين وأنا أحبش وأنا أحبش بعد. وش هالبنت هذه؟ يا جماعة الخير ما بيها رويد. يا جماعة الخير ما بيها غناني يا هنادي. مزنة مجبورة باستشهاد ولدها مثل ما تدري. أدري يا عمتي أدري، لكن غنينا بعرس رحيل. أدري لكن الحين ما هي فايتة راسي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا والله. الله يجعلها مبروكة خياطته. الله يبارك بيك يا هلا. نوفا قومي يا بنت. حاضر يا أم. قال العزاب لأمه يا مرحبا بالضيف. قال العزاب لأمه يا مرحبا بالضيف. قال العزاب لأمه يا مرحبا بالضيف.
شبيه حرمه علامه عدل. قول ان شاء الله بعون الله. اي ان شاء الله وبعون الله، لكن عشو وش بي؟ هات الحويه حتى تردفني وراك. بالله مش طر يا حرمه علامه تحكي بلا الغاز، انت وش بي حويه وين وين اردفك وين؟ اليوم تجربه البير، ادعي معي وقول يا الله ترزقنا من بابك الواسع. اي يا رب ان شاء الله. هات الحوي. اي اي زين زين. يلا يا سند. جيتك جيتك يا رحيل، على ايش مستعجل؟ يلا يا رجل افتح افتح الخرج. ما تنساني من الطعمة. أم عمري نسيتك يا سند. حشاك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شفت عمك منيزل يا رحيل؟ لا والله اليوم ما شفته. لما تشوفه قل له غدير الغنم ما بي مي وما تكفي، وقول له يجيب لي خبز معه. إن شاء الله إن شاء الله. يلا دربك خضراء. الله معك. الله معك. ما تنساني. ها يوم انه تطلع الميه عندهم تطلع عندنا. اخوي منيزل وما تغيرت. خذ يا الربع. انا اقول لا تفتحوا ابطونكم وارخوا حزامكم، ما فيه ميه ما فيه ميه. اسكت، فال الله ولا فالك. اي بكير على هالحكي يا عمتي. اي حكي يا جد. مش بكير، بدي اياك تتجوز وتعبي الدار عيال، فهمت؟ سمعنا جماعتكم قاعدين ببيعوا بغنمهم. يا نور بيك، البير الارتوازي وده قروش والناس حالها على الله. ليش الخروف؟ ذبيحة نكرم بيها خلق الله. وبدك تكرمهم هون بخشة عواد؟ بكرة صبت السقف نذبحها هون وتطبخيها ونوديها لابو رسمي وعماله ياكلوها.